هون تمام؟ شهد ممتاز. شكرا. صدق من قال بأن الإرادة تصنع المعجزات. أنا اليوم موجودة مع ضيفتي سماح الأقرع وهي من ذوي الإعاقة السمعية، لم تحصل على فرصتها في إكمال تعليمها في مرحلة الثانوية العامة ولا حتى الجامعية، إلا أنها أبت أن تستسلم فتعلمت الفسيفساء وأصبحت من المتقنين له، وهي الآن تعمل في هذا المجال. لتفاصيل أكثر عن قصة سماح خليكم معنا. بتحكي انها بتحب شغلها في الفسيفساء كثير، وبتسوي اشياء عن التراث الفلسطيني في منها مفتاح العوده والاشياء الموجوده هان بالصوره، بتشتغلهم وبتشتغلهم باتقان، وبتحب شغلها في الفسيفساء. اخذت فيه دورتين عن الفسيفساء. بتحكي انه احنا ساعدناها الاهل، الام والاب والاخوات كمان اللي بيشتغلوا معها في المركز في الفسيفساء، وشكرا لهم. سماح كان عندها طموح تكمل تعليمها بالمدرسة وبالجامعة، فشو هي الظروف يلي منعتها؟ في الإمارات كانت تدرس بالإشارة، هي ساعدت نفسها لما رجعت هان عن طريق النت، وبتحضر أشياء وفي كتب فيها إشارة. تحكي إحنا لما رجعنا من الإمارات كان عمرها أكبر من الأولاد اللي كان درسها الصف السادس، ما صح لها تكمل صف السابع وتكمل مدرسة، إن عمرها أكبر من الأولاد واتجهنا فيها للمهني. تعلمت كوافيرة وتعلمت خياطة واشتغلت كمان في الخياطة حوالي 8 سنين، بس ما كانت تحب هذه الأشياء، هي حابة إنها تكمل الثانوي والمدرسة والجامعة. أهل سماح ما فرقوا بينها وبين إخوتها، على العكس تماماً أعطوها كل الحب والدعم، وهلا سماح هي صاحبة القرار. خالته وين تطمحي تشوفي سماح بالمستقبل؟ بالنسبة لسماح أنا بشوفها الحين إنسانة عادية في كل شيء، حتى هي بتساعدنا كمان، أحياناً هي بتشرح لنا الأشياء اللي بشوفها، هي اللي بتعرض الأشياء اللي بتشتغلها، وإن شاء الله إنها في المستقبل يكون لها مركز خاص، يكون لها إشي خاص مشروعها، وإنها تساعد كمان غيرها من اللي عندهم الصم، اللي تشرح لهم وتساعدهم ويكونوا كمان معاونين إلها، وإحنا نظل داعمين إلها إن شاء الله.